أنا دمهيد إحدى الفتيات اللائي خرجن لهذه الحياة ولم يجدن أمامهن أما أو أبا يرعاهن، فهي كانت ضحية لعلاقة غير شرعية تم العثور عليها من مركز الأطفال مجهولي الهوية في الخرطوم، وبعدها انتقلت إلى قرية الأطفال حيث أكملت حياتها هناك وعاشت وسط إخوتها من الأطفال والشباب. مراسلنا في الخرطوم بكري طه زارها في منزلها بالقرية وأعد هذا التقرير. بالفطرة وحدها تعرفت هذه الفتاة على قصتها، لم تتألم، صادمت الحياة. استقبلتنا في بيتها بقرية الأطفال وحكت لنا قصتها من البداية وهي متماسكة وقوية، فتعلمنا منها كيف نصد أمواج بحر الحياة. تربيت في هذه القرية وأنا وعمري على ما أظن يوم، لأنه تولدت هنا زي ما أقول وتربيت هنا لحد ما وصلت العمر ده كله. دخولي كان القرية، أنا الفترة دي ما بتذكر، أنا دخولي القرية كان بيتين، لكن بالكلام مع الناس الناس اللي بيشوفهم بعديه بجيبهم عرفت إنه دخول القرية أقدر بدخل طفل صغير، ومعرفتي بذاتي أو بأصلي بالفطرة، يعني أنا ما عرفت إن أنا مشورة الأبوين إلا بعد ما شفت الأخوان اللي بيجيبون بعديه من دار الميقومة، حتى عرفت إنه في أطفال بيكون في الميقومة بيجيبوهم من القرية. والحمد لله يعني أنا ما حاسة بأي حاجة، يعني بأي نقص ولا بأي يعني مشكلة، لأني اتربيت في وسط أسرة مكونة من أم وأخوان، والحمد لله يا أبونا الكبير باب التاج. عاشت بدون أم وأب لم تعرفهم قط، ولم يقص لها أحد في الليل وقت النوم قصة أهلها. لم تنزعج كثيرا، راحت تجمع الأخوات والأخوان داخل قريتها، فرب أخ لك لم تلده أمك. أكيد يعني في المدرسة لقينا مشاكل كثيرة، في البيت دي كلمة ما حلوة يقول لك أنت مش فضل الحرام، أخوانك الباقيين يسمعوا يزعلوا، أكيد بندقهم ما أكذب عليك، يعني أخويا أحكي لأخويا أقول له وزول عاكسني أو في المدرسة وقال لي كلمة زي دي، أخوي طال يعني بندق مش حاقله، لكن وقتها إحنا كنا صغار، يعني الكلمة ذاتها كانت بتحرقنا يعني بتوجعنا، لكن بعد ما كبرنا وعرفنا المعنى ذاته ما بقدر يقدر يقول لنا الكلمة دي، لو زول قال لنا كبير نحب نفهمه نحن شنو يعني في النهاية، ثاني حاجة أنت بمعاملتك بتوري الناس أنك أنت أصلك شنو. والغريه ما قصرت معنا الحمد لله وفهمنا يعني ذاتنا. هنادي ذات الابتسامة الدائمة على وجهها لم تبادل المشاعر السيئة نحوها بنفس المشاعر، ودائما ما تجد العذر لغيرها. لكن عندي صحبتي علاقتي بها كانت قوية شديد، أنا بصلة من خلالها، هي أصلا ما كانت قاعدة تجيني يعني نهاية، إلا عندها بنت خالتي قاعدة اشتغلت هنا في الغريه، اها من طريق انها عرفتني هنا، قامت قالت لي يا اخي انا شفتك قبل كده عند صاحبتك عند فلانه، قلت لها والله هي بتعرفني لكن ما بتعرفني انا وين، يعني امها وعلاقتها مع امها واهلها تقريبا قويه جدا جدا، لكن اصلا وصلتني في القريه وعارفه انا من القريه، دي الحقيقه كان زعلاني منها شديد، يعني ما عارفه انها هي ما راضيه بي انا ورجلي، لكن رغم ان معاملتها كانت معي حلوه جدا، لكن الحمد لله حاسه حاليا بعد ما كبرت وهي كبرت علاقتنا قاعده تكتر يعني الحمد لله. فهي تحلم بحياة طيبة وتطمح في أسرة سليمة معافاة. أما عن حياتي الشخصية طبعا أنا بيت يعني والبنات طبعا بيحبوا يعني أكيد، وعلاقتي العاطفية الحمد لله عندي علاقة عاطفية، ومن ناحية الزواج يعني كثير طلبوني للزواج وأغلبيتهم طبعا من إخواني تربوا معي في داخل القرية، لكن ما رفضتهم عشان عيب فيهم ولا حاجه، احنا اخوان ويشوفوا مع بعض، ليه؟ لان حسب الاخوه، يعني حسب ان حتي معاهم من اخواني، مستحيل ان انا اتزوج منهم، رغم ان عندي اخواتي ثلاثه واربعه منهم تزوجوا من هنا من القريه. عندي علاقه عاطفيه، والله يتم على خير ان شاء الله. وبعد انتقالها لبيت الشابات الراشدات اصبحت تهتم بغيرها من الصغيرات اللائي شربن من الكاس نفسها. التي شربت منها هنادي. كثيراتهن من تعرضن لذاك الموقف الذي كان بطله بني الإنسان، ومنهن من تمكنت من العيش في هذه الحياة وخوض تفاصيلها، ومنهن من راحت ضحية لسوء فهم بعض الناس. بكري طه، قناة الآن، من قرية الأطفال، الخرطوم.